وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة القاضي محمد أمان، عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات. نرحب فيك سعادة القاضي في نشرة أنباء الثامنة، ولو تطلعنا على سير عملية التسجيل للترشح للانتخابات النيابية والبلدية. السلام عليكم ومساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. في بالنسبة لمرحلة تسجيل المرشحين اللي بتنتهي بحلول الساعة 9 مساء هذا اليوم، فقد كانت في الأيام السابقة من بدايتها من 5 أكتوبر لغاية اليوم شهد توافد عدد كبير من حابين تقديم طلبات الترشيح، والمرحلة هذه الحمد لله مشت بسلاسة وبتعاون كبير بين مقدمي طلب الترشيح وبين جميع العاملين من اللجنة الفنية واللجنة الإشرافية. نعم سعادة القاضي، يعني بعد قليل ستقفل المراكز الإشرافية أبوابها إذانا بانتهاء فترة التسجيل، يعني ما هي المرحلة القادمة؟ بالنسبة للمرحلة القادمة اللي بتبدأ من يوم غد إن شاء الله، اللي هو موافق 10 أكتوبر لغاية 12 من أكتوبر، وهذه المرحلة بيتم فيها عرض كشوف أسماء المرشحين في الموقع الإلكتروني الخاص بالعمل الانتخابية وفي مقر اللجان الإشرافية لمدة 3 أيام هذه، وخلال 3 أيام من حق من تقدم بطلب الترشيح ولم يدرج اسمه في هذه الكشوف له حق التقدم بطلب لإدراج اسمه، ومن حقه أيضا طلب الاعتراض على أسماء مرشحين آخرين في ذات دائرة الترشيح نفسها، وأن اللجنة تصدر قرارها خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة رفض الطلب يحق لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية والتي تصدر حكمها خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وبعدها يتم عرض كشوف النهائية بأسماء المرشحين والتي تعطيهم الحق بالحصول على جداول الناخبين في ذات دائرة المرشح نفسه، ويحق للمرشح تقديم طلب التنازل عن طلب الترشيح وتقديم إخطار إلى اللجنة الإشرافية، وذلك قبل 10 أيام من تاريخ يوم الانتخاب نفسه. نعم سعادة القاضي محمد أمان، عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، شكرا جزيلا لك.